بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 81. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن دين الإسلام دين سمح شامل يراعي المصالح والظروف ويرفع الحرج والمشقة عن الأمة، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد ليتروى في أمره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة، فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته. فالخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، وهو ثمانية أقسام. القسم الأول خيار المجلس، أي المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله: عن تراض منكم، فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما انتهى. فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن أسقط الخيار بأن تبايع على ألا خيار بينهما، أو أسقطه أحدهما، سقط ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد، لأن الخيار حق للعاقد فيسقط بإسقاطه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار ومنعه من التروي وإلزامه بالبيع، لحديث عمرو بن شعيب وفيه: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، أي خشية أن يفسخ. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشرط من جملة العقود. ويصح أن يشترط المتبايعين الخيار لأحدهما دون الآخر، لأن الحق لهما فكيفما تراضيا جاز. القسم الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، فإذا حصل ذلك فللمغبون الخيار بين الإمساك والرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار. ويثبت الخيار للغبن في ثلاث صور: إحداها تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون لجلب سلع في البلد، فإذا تلقاهم أحد واشترى منهم وتبين لهم أنه قد غبنهم غبنا فاحشا فلهم الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق، فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع، وأخبر أنه إذا أتى البائع السوق الذي
تعرف فيه قيم السلع، وعرف ذلك فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأن فيه نوع تدليس وغش. وقال ابن القيم رحمه الله: نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل، فيكون المشتري غارا له. وكذا البائع إذا باعهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة. انتهى كلامه رحمه الله. الصورة الثانية من صور خيار الغبن: الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة، والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تناجشوا، ولما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته، فهو في معنى الغش. قد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول: اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب. ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: لا أبيعها إلا بكذا وكذا، لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال، كأن يقول في سلعة ثمنها 5 لا أبيعها إلا بعشرة، ليأخذها المشتري بقريب من العشرة. وكثيرا ما يقع هذا في أسواق المسلمين، فيجب تجنبه والتوبة منه. الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار: غبن المسترسل. قال الإمام ابن القيم: وفي الحديث غبن المسترسل ربا. والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن يناقص في الثمن، بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنا فاحشا ثبت له الخيار. والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري. ومما يجري في بعض أسواق المسلمين اليوم وهو محرم أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومتها، ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبها ولا يزيدون عليه، فإذا لم يجد صاحب السلعة من يزيد على السائم اضطر إلى بيعها عليه برخص، ثم يشترك البقية مع هذا المشتري، وهذا غبن وظلم محرم. ويثبت لصاحب السلعة إذا علم بذلك الخيار، ويجوز له سحب سلعته منهم، فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير أن يتركه ويتوب منه، وينكره على من يفعله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.